كده لا اتفضل كده لا 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 والله العظيم لا هزعل منك والله العظيم هزعل طب انا مش عارف اقول ايه دلوقتي دلوقتي شعورك ايه الساعه 3 اتفضل شعوري ايه مش فيش شعور اي حاجه انا عاوز اخلص الاستديو قدامي قول لي قول لي خلص بس يا يحيى بقى ماشي قول يا محمد انت هتخطفني كده يا يحيى اجي لك الصبح الساعه كام اجي لك بعد الصلاه ان شاء الله لا انا اجي لك الصبح الساعه 10 كده احنا عايزين نتقابل الصبح طبعا اساسي جيب الرجاله بتاعتك ماشي بدري بدري كده يا شباب ايه يا عم؟ عالي صوتك ايوه يا سيدي قول ايه ان شاء الله عز البركه مصر مش هتتقدم طول ما تبقى عز البركه هيتقدم ان شاء الله يا عم قول 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 الكلام اللي بقى قول 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 ايه؟ قول اللي انت عايزه قول له انا بقى هيوصل عربيه ده تبع قناه ايه؟ شبكه يقين الاخباريه على الفيس وعلى اليوتيوب على بقى ايه؟ نت على النت يا عم تبع الشعب المصري قول اقول انا نفسي في تغيير وحريه وعداله اجتماعيه نفسي في حاجات كتير تتغير في البلد نفسي بجد البلد نفسي بجد البلد دي بجد حد يمسكها عادل مش اكتر من كده مش عادل لو يهودي وعادل يمسكها بجد ما بهزرش انا عايز عدل يعني انا عايز العدل العدل اساس الديمقراطيه تمام صور بقى العالم ده انا عايز ارسم بس ايه سمكه يا حسن لا ما جنيه بس جنيه جنيه معيش جنيه صورك جنيه جنيه زعلان ولا مرهق لا 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 ده كده بس ثورة ثورة أنا أنتو ثورة ثورة ولا ايه انا عايز اقول لك انا مش
صور كمان يا عم هو بنحرق فيها ولا بنحرق دمنا؟